نمشي للعاصمة القطرية الدوحة في هذا اليوم الاستثنائي. أميرة الجزيري، أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا بك هيدي، أهلا بكم أعزائي المستمعين، إن شاء الله أخبار تونس كلها لبيت يا ربي. والله الأخبار الكل عندك، أنا قاعد نشوف تصورك هذا الدراب متاع تونس، معناتها مشيت للملعب ولا والله ما حصليش الشرف الحقيقة، خاطر نخدم كل يوم وجينيرالمون يبدا وقت الماتشويت، دونك ما نجمش نحضر الحقيقة، مي هكا نتبع من الاستوديو. وشرفونا الأولاد، يعطيهم ألف صحة، وحتى جمهور التونسي شرفنا وشجعوا فيهم بطريقة معناتها تخي جينيال، يعطيهم الصحة لكلهم، حضور جماهيري كبير برشا في الدوحة. ولا الحمد لله اللي وصلنا للفينال. كاس العرب سنة غير على أي كاس عرب قديمة قبل، معناتها خاطر سنة تقنت ولات تحت مظلة الفيفا، معناتها ولات عندها قيمة أكثر وتعطي للمنتخبات قيمة أكثر أكيد. فالحمد لله أننا وصلنا للفينال مع الجزائر. أنت اليوم موجودة أميرة في قناة الكاس الرياضية، تقدم برنامج فانز يوميا في تغطية مباشرة لفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العرب فيفا قطر. جست الوقت اللي تكون موجودة ما بين برشا جنسيات وبالأخص جنسيات عربية وتتبع معهم وهم غاطسين معناتها شوشتهم في الماتشوات وفي المقابلات، قاعدة تشوف في تطور نظرتهم للمنتخب الوطني التونسي، معناتها فما ناس تبدلت، فما ناس خطر، حتى حد ما كان يتوقع، خلينا نتكلموا بصراحة، أنه تونس باش توصل لهالمراتب المتقدمة جدا في المسابقة. شوف هادي، المنتخب التونسي تاريخه يتكلم عليه، مش الجماهير ولا مش احنا، تاريخه يعني انجازاته اللي حققهم على مدى التاريخ. تونس من اقوى الفرق ومن اقوى المنتخبات الافريقيه في شمال افريقيا ولا في افريقيا ككل، وناس كلها يعرفوا الشيء هذا. ولكن نحن ممكن تعرف انت الواحد باغ اكزومبل لم كي تغدر لصغيرها ديما تشوفوا ينجم يعمل اكثر، ينجم يعمل اكثر. نحن ممكن كتوانسه ديما نخاف ونقولوا بالك يحشمونا بالك، فهمت شنو؟ ما هو كمنتخب يسمى معناتها من اقوى المنتخبات الموجوده عربيا، وهك تشوف الدليل على ذلك اليوم اللي احنا وصلنا مع المنتخب الجزائري للفينال. معناتها كانوا 16 منتخب مشاركين في هالبطوله الكبيره وكلهم على مستوى عالي جدا فنيا وتقنيا. اما اللي دايرين بيك عينيهم تبدلت على المنتخب، حسوا بحجم هذا المنتخب، فايقين بالقيمه نتاع المنتخب نتاع بلادنا. اكيد 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 الحقيقه، حسوا في كلامهم في العرب الكل عندهم نظره غير لتونس يعني كبلد مصدره لكره القدم، يعني عندهم هما شمال افريقيا سيلو توب، فهمت؟ هما بيدهم يقولوا معناتها انتم شمال افريقيا عندكم الجرينتا، ومعناتها انتم من اقوى المنتخبات العربيه، وهذا معناتها تاريخيا مثبت الشيء هذا، والحمد لله انهم شرفونا نوصل الحمد لله. والله وين باش تتفرج اليوم؟ اليوم في استوديو، انا عندي استوديو من 6 ل 9 بتوقيت الدوحه، والماتش يبدا 6 بتوقيت الدوحه. باش تشجع بقلبك وروحك وعقلك وزواجيك. اكيد 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 باش نشجع المنتخب التونسي والجزائر، خواتنا وحبيبنا واهالينا. هي معناتها المباراه اليوم كانهم المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري، انا بالنسبه لي كانهم الاثنين هزوا الكاس، فهمت؟ خطوم معناتها تونس الجزائر في دم واحد، عائله واحده، دونك باش تقعد لنا متعه المشاهده ان نتفرجوا ونتحمسوا. واكيد تعرف يعني حتى بين الاخوات فما كالمنافسه ومحليها كالروح الحماس والمنافسه اللي بيناتهم. توقعاتك لنتيجه اليوم؟ لا 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 لا، خلينا نقولوا على الله، وان شاء الله اللي باش يربح وباش نفرحوا له اكيد. شنو رايك تونس ولا الجزائر؟ شنو رايك في اداء المنتخب؟ والله انا ادائي كمتفرجه معناتها كتونسيه ادائهم هي البرشا، معناتها الناس كلها اعجبهم ويعطيهم الصحه. اعطيني اميره التوب 3 نتاعك، في التوب 3 في الملاعبيه نتاع المنتخب في الاداء، او سؤال خبيث، سؤال خبيث، او نزيدك بعده سؤال اخبث منه.
والله ما نجمش نقيم انا اشوف الملاعبين كلها مشاركين في دوريات عربيه. والله بالحق والله والله جد معناتها اميره شفنا اميره برشا معناتها توب 3 باش نبرد لك على قلبك انا ما عنديش حتى مشكله بالحق معناتها شفنا سيف الدين جزيري شفنا يوسف المساكني شفنا حنبعل برشا والله نظلم الاولاد الاخرين اذا كان ما نسميش اساميهم هذا اللي كانوا معناتها بارزين اكثر معناتها فالكلهم يعطيهم الصحة عملوا مجهود وشفنا استيماته في اللعب يعني المباراة اللي فاتت ضد مصر فريمون معناتها تحسهم لاخر دقيقة مساكن يحبوا يربحوا كحياة او موت والله يعطيهم الصحة وشفنا بالحق شفنا معناتها جرينتا كبيرة برشا وحكيت احنا من باب التفدليك معناتها لكن نعرف اللي فما رقي برشا حتى في العلاقات ما بينك وما بين يوسف أكيد. يوسف كان اكثر أكيد. اكثر من رائع بالحق ونعرف أكيد. اللي انت معناتها بيان سور يوسف نجم من نجوم تونس معناتها ومشرفنا معناتها وطنيا وعربيا وهك شفت في البطوله هذه كيفاش معناتها ما شاء الله البونتويت كيفاش خدمهم وكيفاش ماركه معناتها بيان سور هو ما نقلوش من حجم معناتها الزملاء الاخرين اكيد كلهم يفورميو اكيب واحده باش وصلوا ونجحونا واكيد الجمهور اللي شجع واللي عطيهم كالجرينتا وكالشحنه الموجوده وي ما نعرفش اميره تجربه التنشيط بالنسبة لي أنا كانت تجربة مفاجئة لأنه نعرف اللي عندك أكثر غرام بالتمثيل غرام أكثر معناتها لا أنا نشط قبل في تونس نعرف في الكوجين أي في بالي لكن أما التنشيط الرياضي تحب تقول التنشيط الرياضي بالأساس شوف التنشيط الرياضي بالأساس علاش فسر لك قطر والدوحة معروفة أنها حاضنة للرياضة يعني كل شيء هوني ماشي رياضة حتى القنوات أغلبها رياضية أو إخبارية دونك أنا العروض اللي جاتني من بين سبورتس وجاتني من الكاست شانل فجاني عرض أنا معناتها خدمت على روحي وحاولت نطور من أدائي وإن شاء الله الجاي أحسن اللي عرفت أنه فما برشا دورات تكوينية عملتهم باش تنجم تحضر أما عملتهم بو مش توا معناتها عملت من 3 سنين 4 سنين عملت دورات وتوا معناتها عملت تجديد أبديت خاطر تعرف أنت عندي 4 سنين راقدة أما لبس توا الإقامة والاستقرار في 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 قطر. نتمنى لك التوفيق عبد السلام بحذايا زميلة من قسم الرياضة خليك معايا ما تعلقش أميرة. مرحبا بك أميرة أنت تنشط في برنامج خاص بجماهير كأس العرب الشيء اللي قاعد يعمل فيه الجمهور التونسي أنت كتونسية كيفاش استقبلت وغادي كأعلامين كيفاش شفت صدى متاعه التشجيع متاع الجمهور التونسي؟ شوف والله إذا كان واحد يعمل غلطة ما يأثرش على الكل إنه واحد ولا اثنين ولا مجموعة من الجمهور عملوا أغلاط هذاك يمثلهم ما يمثلش الجمهور التونسي ككل انا معناتها حتى بعد ما صارت مشكله التوينتر اللي في الاستاد فما تونسي واحد اخر زاد من الجمهور كان يلم في الفضلات اللي خلوها توينتا فهذه صوره حلوه انا بارتاجيتها عندي في انستغرام في سناب شات في معناتها في الريزو سوسيو باش الناس يشوفوا الجانب الاخر من الجمهور التونسي انه كيما فما جمهور يتصرف بطريقه مش حلوه فما جمهور زيدا راقي وتصرف راقي ويمثل تونس ويعني في كل بلاد فما به الخايب وعادي مدامكم حكيتوا على الجمهور مدام عنوان البرنامج متاع أميرة فانز فما حاجات أنا من تبعش باشا الكرة معندها أما ساعات تقتحم وسائل التواصل الاجتماعي متاعي تصاور نحس قديش فما ضمار قديش في الجمهور قديش عندهم ضمار قديش عندهم تصاور يعرفوا يركبوهم وقديش يعرفوا يكتبوا وعندكم ماتير تهبل ياسر ضامرة ياسر بالحق جمهور الكرة جمهور الكرة استثنائي ما تنساش هادي ما تنساش هادي جمهور الكرة أميرة أنه يلم شرايح الكل متاع المجتمع صحيح أميرة نتمنوا التوفيق للمنتخب يعيشك نتمنوا التوفيق للمنتخب أكيد والحمد لله أنا كما قلت لك معناتها الحاجة اللي فرحانت لها أنه اليوم قطر والكاس العرب أعطتنا فرصة لنا إحنا كتوانسة وللعرب ككل أن كل واحد يوري ثقافته ويبرز ثقافته ممكن أنت كنت تبعت الميسيون تاعنا نحن نوريه في فعاليات المصاحبة للبطولة هذه وكل يوم يخصوه
يوم ثقافي لكل دولة، فكانت هناك فرصة لتونس أنها توري ثقافتها الحلوة، أغنيها التراثي، الميكلة التونسية، الفن نتاعنا، اللبس التقليدي، فحاجة حلوة برشا. خليني نقول كلمة اللي قالها عبد السلام مقبيلة، قال أنه اليوم بالبطولة هذه ما فماش تميز فقط للمنتخب والملاعبية، ما كيف كيف الإعلاميين التوانسة اللي موجودين في قطر اللي قاعدين زي كيف كيف يثبتوا اللي هما زي كيف كيف على طراز عالي من الحرفية ومن المهنية في مهما كانت المجالات، سواء نقدم في برنامج رياضي ديكالي شوية ولا محلل ولا معلق. فمن خلالك أنت ومن خلال كان معنا معز بولحية نوجه تحية كبيرة للتوانسة الكل اللي قاعدين يخدموا زي كيف كيف بضغط كبير بوقع كبير متاع تعليقات، وقاعدين يقدموا زي كيف كيف في صورة جيدة العالم هذي. وإن شاء الله يعني هذا يحضرنا ككل ما أنت كتوانسة كعرب الكلنا نكونوا جاهزين كنا لكأس العالم إن شاء الله 2022. نشكرك برشا أميرة الجزيري، يفضلك بالتوفيق للمنتخب، بالتوفيق ليك اليوم. شكرا 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 عبدو، بالتوفيق لكم.